في عام 1928 أعلن حسن البنا المدرس بإحدى المدارس الابتدائية في محافظة الإسماعيلية المصرية تأسيس جماعة الإخوان. انتقلت الجماعة بعد ذلك إلى القاهرة، ثم تمددت إلى باقي المحافظات المصرية والعديد من الدول بعد ذلك. ورغم أن الجماعة كانت تعمل تحت شعارات دعوية واجتماعية، إلا أن هدفها الأساسي كان الوصول للحكم وبكل الطرق. فلم تكتفي الجماعة باستقطاب الأفراد الذين كانوا يقسمون على المصحف والمسدس بالبيعة والولاء المطلق للمرشد، بل أسست الجماعة تنظيما سريا شبه عسكريا عرف بالجهاز السري الخاص، وكان مسؤولا عن اغتيال خصوم الجماعة والاستعداد فيما يبدو للحظة الانقضاض على الحكم والاستيلاء عليه بقوة السلاح. وهو ما تأكد حين قامت بمحاولة اغتيال الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر في حادث المنشية الشهير عام 1954، والتي جرى حل الجماعة بعدها واعتقال الآلاف من أعضائها. واصطدمنا مع حزب الإخوان المسلمين وعلى الحرب علينا، وأطلقوا على الرصاص في سنة 54 يوم 26 أكتوبر في اسكندرية. أنا أقول للإرهاب بجهاد السر، نحن نفخر ونتقرب إلى الله بجهاد السر. حسن البنا والإخوان، حسن البنا والإخوان، أمل الأمة في كل مكان، أمل الأمة في كل مكان. مع حل الجماعة وذراعها شبه العسكري، حاولت الجماعة العمل في نطاق المنافسة السياسية، وإن كان جوهر أفكارها لا يؤمن بالتداول السلمي للسلطة أو الديمقراطية، خصوصا أن أبرز منظري الجماعة وأحد قياداتها التاريخيين سيد قطب وصف المجتمعات الإسلامية بأنها جاهلية، بما يعني تكفيرها وجواز استهدافها، وهي الأفكار التي ألهمت فيما بعد جماعة أكثر شراسة مثل جماعة الجهاد وتنظيم القاعدة وداعش. والجماعات دي اوعوا تصدقوا انها جماعات عاوزة ديمقراطية ولا حاجة، ده بيستغل الديمقراطية عشان يضربوا الديمقراطية، ولو وصل الحكم هتبقى الدكتاتورية البشعة. انتشرت الجماعة بمسميات مختلفة في العديد من الدول، وحتى تلك التنظيمات التي لم تعلن ارتباطها بها بشكل تنظيمي كانت قد تأسست ونشأت على أفكار الجماعة. وفيما ظلت تلك التنظيمات التي تفرعت عن الجماعة تخوض حربا ضد المجتمعات والحكومات في المنطقة، كانت الجماعة الأم في مصر تتحين الفرصة لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه منذ عقود، الاستيلاء على الحكم. استغلت الأحداث التي اندلعت في مصر عام 2011 لتدفع بها في اتجاه التصعيد والصدام، وحشدت الجماعة كل عناصرها في المنطقة في حرب مفتوحة ضد الحكومات العربية، فيما بدا كحملة منسقة شملت كل أنواع التحريض، من الترويج للتظاهر وقطع الطرق حتى الدعوة إلى حمل السلاح والخروج على الحكومات بالقوة. إن لم تتوفر لكم الحقوق فجاهدوا وكافحوا وناضلوا وابذلوا الدم وكل الوسائل للوصول إلى حقوقكم. وسط تلك الحالة من السيولة وضعف المؤسسات وصلت الجماعة إلى الحكم في مصر، وهنا ظهر الوجه الحقيقي لها. فالإقصاء كان النهج السائد في تعامل الجماعة مع باقي التيارات والأحزاب السياسية، وكانت الجماعة التي تحالفت مع شبيهاتها من التنظيمات المتشددة تصر على الانفراد بالسلطة رغم ادعائها أنها لا تسعى لذلك في بداية الأمر. فقد أعلنوا أنهم لن يشاركوا في الانتخابات الرئاسية ولن يدفعوا بمرشح ينتمي للجماعة، لكن تراجعوا عن ذلك ودفعوا بخيرة الشاطر الذي يوصف بأنه من صقور الجماعة، لكنه استبعد بسبب سجله الجنائي، فدفعوا بمحمد مرسي الذي فاز بفارق بسيط عن منافسه أحمد شفيق، ما عكس انقساما مجتمعيا واضحا وقتها. بدأ حكم الجماعة عبر محمد مرسي الذي وصف بأنه مجرد واجهة، وتلاحق الفشل في ملفات عدة، بدءا من العجز عن توفير احتياجات الناس اليومية إلى تهديد الوحدة الوطنية، وحتى تهديد علاقات مصر بجوارها العربي، وصولا إلى التعامل الكارثي مع ملفات مصيرية للبلاد مثل سد النهضة التي أذاعها مرسي على الهواء، بما صعد الأزمة الدبلوماسية مع إثيوبيا لمستويات غير مسبوقة.
حصيلة الفشل والإحباط السائد في مصر دفع بالشعب إلى التمرد على حكم الجماعة والحشد لاحتجاجات شعبية تحولت إلى أكبر ثورة شهدتها الشوارع المصرية منذ عقود. الإخوان عايزينها خرابة. سقطت الجماعة ومثل بعض قياداتها أمام القضاء فيما فر أغلبهم إلى الخارج ليواصلوا التحريض ضد الدولة المصرية عبر الإعلام وبتمويل العمليات التي تستهدف مؤسسات الدولة، لكن هذه العمليات ضعفت بشدة مع الضربات التي وجهتها أجهزة الأمن المصرية لخلايا الجماعة وتلك التي تتبعها فكرياً. ثم كانت الضربة الأقوى بسقوط القيادي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة والذي وصف بأنه المسؤول عن إدارة عمليات الجماعة داخل مصر بعد سقوطها. لم يتسبب سقوط عزت في تراجع أعمال الجماعة داخل البلاد فقط، بل عصف بالكيان التنظيمي لها، إذ مع غيابه تفجر الصراع على السلطة بين محمود حسين وإبراهيم منير اللذين تصارعا حول من يجب أن يقود الجماعة. أطلق إبراهيم منير دعوة للمصالحة وأعلن تخلي الجماعة عن الصراع على السلطة، وهي الدعوة التي رفضها الفريق الآخر بزعامة محمود حسين. ونرفض أيضا الصراع على الحكم في مصر بأي صورة من الصور، حتى لو الصراع في الأحكام بين الأحزاب في الانتخابات السياسية أو غيرها. إخوان المسلمين لن يتركوا السياسة ولن يتركوا العمل السياسي ولن يتركوا العمل في أي مجال من المجالات الأخرى. بعد وفاة إبراهيم منير لم تتغير حالة الانشقاق داخل الجماعة رغم تعيين جبهة منير قائما جديدا بأعمال المرشد هو صلاح عبد الحق. في نفس الوقت كانت أفرع الجماعة في الدول الأخرى تعاني من أزمات مشابهة، ففي تونس والمغرب على سبيل المثال كان التراجع في أداء الجماعة التي وصلت للسلطة في أوقات متقاربة دافعا للتذمر الشعبي والذي ما لبث أن تحول إلى حالة من الغضب أخرجت الجماعة من السلطة. ففي تونس خرجت الاحتجاجات تطالب بحل البرلمان الذي تسيطر عليه الجماعة ومحاسبتها على 10 سنوات من الإخفاق والفشل. ما عمره حتى مسح على الشعب، جوعنا ذاع الشعب. أما في المغرب فمني الذراع السياسي للجماعة حزب العدالة والتنمية بهزيمة تاريخية، إذ سقط من القمة إلى القاع وحصل في انتخابات عام 2021 على 13 مقعدا فقط بعد أن كان يسيطر على 125 من مقاعد مجلس النواب. ويعد هذا الانحدار الأسوأ على الإطلاق في كل تاريخ انتخابات المغرب بالنسبة لحزب يترأس الحكومة. مع هذا الفشل والانهيار في صفوف الجماعة والذي امتد من دولة لأخرى، تحاول الجماعة إعادة إحياء التنظيم بأجيال جديدة تنشط في الأساس داخل أوروبا، لكن أذرع الجماعة في الخارج تعرضت لضربات كثيرة مع تزايد أنشطتها التي تهدد السلم الاجتماعي وطرق تمويلها التي وصفت بالمشبوهة وارتباط عناصر متطرفة بالجماعة، وهو ما دفع السلطات في دول مثل النمسا وألمانيا وفرنسا لإغلاق مؤسسات تابعة لها والتشديد على مراقبة أنشطتها. تكاد جماعة الإخوان تكمل 100 عام على التأسيس، ورغم فشلها في العديد من الدول وخصومتها الممتدة مع المجتمعات والحكومات، لم تقم الجماعة بمراجعات جادة تعترف فيها بأخطائها وتشرح فيها حتى لأتباعها لماذا تلاحق عليهم هذا الفشل الذريع طوال عقود. ومع ما تكبدته الجماعة من خسائر وما سببته من دمار وخراب أصاب الكثير من الدول التي نشطت فيها، رغم ذلك كله تمسكت الجماعة برفع شعار المحنة التي تستلزم الصبر، شاهرة في وجه من يريد مراجعة أو تقييما الاتهام بأنه داعية فتنة، وهو ما أدى لحركة انشقاقات لم تتوقف في صفوف الجماعة، خصوصا بين هؤلاء الذين أدركوا حقيقة الجماعة وفشل قياداتها وأنهم أضاعوا أعمارهم في السير خلف شعارات كبيرة ولم يجدوا في النهاية سوى السراب. الخناقة اللي بين طرفين في الإخوان سين وصاد، الاثنين خناقتهم على 10% من أفراد التنظيم، بقية 90% ليسوا في التنظيم. احنا شعاراتنا اكبر من حجمنا بكتير،
الناس لازم تفوق. ناسنا اتقسموا نصين و30 قسم. احنا تعبنا، احنا كفرنا ليكم.